فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أصلي منفردا أحيانا وعندما أركع أشك في أنني لم أقرأ الفاتحة، فهل أعتد بهذه الركعة أم أن هذا الشك في محله؟ إن كان هذا متكرر معك أو وسواس اتركه، أما إذا كان ما عندك وسواس فهذا ما تخرج من الركن إلا بيقين، فتأتي بالفاتحة ثم وتأتي بما بعدها وتكمل صلاتك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.